اكبر. انت عارف انت قلت بالاذان مين؟ بس الله اكبر في الاذان انت سمعتها، فلما رحت انت بنفسك اللي قلت الله اكبر. يعني ايه؟ انا ممكن اكلمك عن حاجات جميله قوي في طريق الدين، اول ما انت هتيجي انت بنفسك اللي هتشوفها هتخرج تكلم الناس عنها. بعد كده الله اكبر الله اكبر 4 مرات تكبيرات. ليه؟ لان الناس بتبقى على حاله من 4، يا اما طبعا والله اعلم يا جماعه، يا اما في شهوات مع مراته مع اصحابه مع اولاده مع شهوات، يا اما في اسباب يعني بيذاكر في محاضره في كليه في شغل في عياده في مستشفى في مكتب في محكمه، يا اما نايم، يا اما ما بيعملش حاجه من الحاجات دي. لا بس بيعمل طاعه، يعني طاعه بس مش صلاه الفريضه. الله اكبر من اي شيء، كله يقفل وكله على الجامع الوقت. طيب انا واحده ست اعمل ايه؟ انت كل اللي هنتكلم عليه ثوابك باذن الله زيك زي الراجل لو انت عملتيه في بيتك. اول ما تسمع الاذان الله اكبر الله اكبر، خلاص يا جماعه ده كل كلمه. بس الوقت انا عارف ان مفيش وقت اصلا لموضوع الصلاه ده. ان شاء الله انا في نيتي باذن الله ان ربنا سبحانه وتعالى اذن ان انا بعد كده هعمل موضوع الصلاه ده ملف كبير. ده ركن ديننا يا جماعه، بني الاسلام على 5 منهم الصلاه. اوعى اوعى يا حبيب قلبي اوعى. واحد بيغش في المونه، بس مش في مونه الدور الرابع والخامس، بيمش في بيغش في مونه الاساس، العماره هتقع على دماغه، العماره هتنهار. اوعى تغش في الصلاه، ده الصلاه دي اخطر حاجه على الاطلاق. كل كلمه والله لها معنى. شوف في الاقامه، قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه. الواحد فكر كده قال لا، طب يا رب ما كان يتقال قامت الصلاه قامت الصلاه، قدر اليقين والتحقيق. طب ما انا عارف انها قامت. لا ده لما انت تسمع خبر مفرح قوي تقوم تفرح قوي، تقوم تقول ايه؟ انا من الفرحه مش مصدق نفسي. لا صدق. طب حد مش عارف يقرصني عشان اصدق نفسي ده؟ او بالظبط كده المؤمن مش مصدق انه هيقوم يقف بين ايدين مولاه، انا هقوم اقف بين ايدين ربنا، يا اخيرا جه الميعاد قد قامت الصلاه. انا مش مصدق نفسي من الفرحه. لا صدق، قد قامت قد قامت خلاص. شوفوا المفروض المؤمن يروح لربنا بشوق شكله ايه وبفرحة شكلها ايه. يا سلام يا رب سمعت الاذان، طبعا خلاص بقى الدنيا تنتهي يا جماعه، خلاص اتفاق من اول ان شاء الله صلاه. الصلاه ده ايه؟ اه والله العظيم والله احسن لك، احسن لك من اي حاجه تسمعها من اول الصلاه ده. بعد كده الوضوء، هتقوم تتوضى بقى على طول، تجاه حتى لو متوضى قوم جدد وضوءك. الوضوء ده يعني ليه نتوضى يا رب؟ نتوضى ليه؟ اي ملك له مراسم ملكيه للدخول عليه، تلبس لبس معين، تمشي بطريقه معينه من قبل القصر مش عارف بقد ايه يبقى هيحصل ايه. الملك له مراسم ملكيه للدخول عليه، انك تبقى طاهر من جوه وطاهر من ذنوبك، زي الاحرام من قبل مكه ب 400 كيلو تحرم وتقول لبيك اللهم لبيك. اهو الوضوء ده هو لبيك اللهم لبيك بتاع الصلاه. وخد بالك استشعر كده ان انت ذنوب ايدك بتقع، ذنوب عينك بتقع، ذنوب دماغك وتفكيرك وخواطرك بتقع، ذنوب بقك بتقع. ده انت بتنضف بتنضف بتنضف. عشان كده اللي يعرف معنى اسم الوضوء يحب الوضوء ويتعلق به جدا، ما عادش بعد كده يبقى على غير وضوء ابدا. ليه؟ الوضوء يا جماعه من الضياء يا جماعه، الضياء الضياء ضياء القلوب والوضوء. يعني في ناس بتحترز من نقطه بول ويقعد يغسل هدومه ويقعد وما يحترزش من كليب ولا اغنيه ولا دي نجاسات قلوب ودي نجاسات هدوم. يبقى نقول اللي نحترز منه اكتر، ديننا دين طهاره، ديننا في كلمه والله العظيم انا اعتقد ان الغرب لو فهمها نص الغرب كله يسلم. في صحيح مسلم من حديث ابي مالك الاشعري، الطهور شطر الايمان، نص ديننا الطهاره، نص ديننا. احنا ديننا في كميه طهاره ياما غرب اسلموا بسببها. كان حكام الغرب بتوع اوروبا زمان كانوا بيشتموا الشعب بتوعهم يقولوا لهم خلوكم نضاف زي المسلمين في الطهاره. بعد الوضوء بقى اتوضيت طهرت كده نضفت، اه يا يلا بقى ننطلق على الجامع، يلا وانت يلا تنطلقي على سجاده الصلاه في اوضه نومك، يلا بسرعه عشان نلحق نصلي السنه ونلحق ندعي ونلحق عشان نقف في الصف الاول في تكبيره الاحرام، يلا ننطلق يا جماعه للجامع. قال لا ده انت لو المحافظ دخلك بيته هتعمل مهرجان في الدنيا كلها، الملك دخلك بيته، ده انت لو رحت زرت واحد كريم هيغديك، غني وكريم هيديك هديه مش هرجل فاضي. انت رحت زرت الغني الكريم في بيته مش هتخرج فاضي، هينور لك قلبك بالايمان وهيديك عطاءات وهيديك نفحات والله العظيم. بس ادخل بيت الملك سبحانه وتعالى. يا طب ليه يا جماعه؟ يعني ايه فكره الجماعه؟ لو دلوقتي جينا اخر السنه قام طالب راح للدكتور قال له يا دكتور الامتحانات قربت عشان خاطر اديني الاسئله المهمه في الامتحان، هيقول لي يا ابني انت اتجننت يا ابني، روح يا حبيبي امشي بدل ما يديلك حد ايه.
طب لو الدفعه كلها لما اتنفسها وراحت للدكتور يا ده انا اعمل لكم حضره استثنائيه واحدد لكم 20 سؤال هيجي منهم السبعه ولا الثمانيه بتوع الامتحان. يا جماعه الله عظيم عظموه، احنا بنروح مع بعض مجموعه عشان نطلب مع بعض انه يبقى في صله بيننا وبينه. هي دي الصله، هي دي الصله يا جماعه. يا جماعه الموضوع لا يحتمل والله العظيم جدال. ده في الحرب ربنا نزل في القران صلاه الجماعه، في الحرب يبقى في السلم الوقت ما نصليش جماعه؟ ده انت يا حبيب قلبي، ده انت لو عندك عربيه 128 وشفت واحد معدي بي ام هتبص له ليه؟ في الدنيا طموحين وفي الاخره فاهدين. لو عندك محل ينفع تتاجر في الذهب قدامك وتكسب 10,000 في الشهر، وينفع تتاجر في الفول والطعميه وتكسب 500 جنيه في الشهر، يعني ده يبقى مجنون اللي يختار التاني وهو بايده الاولاني. ليه نختار الاقل؟ ليه؟ ده ب 25 درجه او ب 27 درجه. صلاه الجماعه يا جماعه، صلاه الجماعه. وخد بالك بقى وانت ماشي للمسجد، الخطوه ليها ثمن، زي ما بالظبط في الوضوء قطره الميه ليها ثمن بتنزل ذنوب، الخطوه تحط سيئه ترفع درجه، هي الصلاه كده، هي الصلاه كده. وبالعكس بقى بتتحاسب بالتسع والعشر عليها، كل سرحه تتحاسب عليها يوم القيامه. يا فلان نعم انت في صلاه العصر في اليوم الفلاني في الركعه الاولى في السجده الثانيه سرحت ليه؟ هو كان للدرجات؟ للدرجات دي. وصلاة المغرب صليتها ركعة واحدة ليه؟ يا رب انا صليت ثلاثة والله العظيم، كنت فرحان في اثنين. والعشاء ما صليتهاش ليه؟ يا رب ده انا مصليها يا جماعة، ما كنتش دارب ولا كلمة من اللي سمعتها ولا اللي انت قلتها. خدوا بالكم يا جماعة، الموضوع خطير. احنا دلوقتي دخلنا ساحة الملك اهو اللي هو المسجد، دخلنا هتقف انت على اعتاب الملك دلوقتي وهتقول الله أكبر. شوف ايدك بتعمل ايه، هو ده الوضع اهو، الله أكبر. الإمام الشافعي كان بيقول لك لما أجي أصلي أحط نص الأرض على ظهر إيدي دي ونص الارض على ظهر ايدي دي واقول الله اكبر، برمي الدنيا كلها ورا ظهري. الحركه دي كمان حركه الاستسلام، لما اقول لك ارفع ايدك تعمل كده، يعني انا مسلم لك كل امر يا رب. الله اكبر. طب ليه اول كلمه قلتها الله اكبر؟ لما دخلت بقى على الملك بقى ده اسمها تكبيره الاحرام، يعني انت دخلت حرم الملك، يعني انت دخلت الجنه. يا حبيبي يا اختي لا يخرجنكما من الجنة، الشيطان عايز يخرجك ويخرجك من الجنة دي، اوعوا اوعوا يخرجكم من الجنة دي ويخليكم تسرحوا. فخد بالك اول ما تقول الله اكبر خلاص بقى انت شهدت جلال الملك، عرفت. طب ليه يعني بعد كل شوية في صلاة الله اكبر نيجي نركع الله اكبر، نسجد الله اكبر، نقوم السجود الله اكبر؟ ليه؟ عشان انت كل شوية الشيطان ممكن ينجح معك ويخليك تسرح، فكل شوية تفتكر تاني ان الله اكبر من كل شيء عشان ترجع تاني تنسى كل حاجة وما تفكرش غير في اللي أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى. وبعد كده بقى تدخل على دعاء الاستفتاح، يا اللهم نق قلبي من خطاياي، اللهم أنق قلبي من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. الجلابية البيضة أقل نقطة تراب تبان فيها. أنت بتقول له يا رب طهر لي قلبي من كل نكتة سودة اتحطت على قلبي بسبب معصية عملتها، طهرهولي تماما 100%. الرسول كان اول دعائه في الصلاه استغفار، واخر الصلاه اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت، اولها استغفار واخرها استغفار عليه الصلاه والسلام. بعد كده ندخل على الفتحه بقى، موضوع الفتحه موضوع جميل جدا يا جماعه. يا بس اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الحقني انجدني يا رب. اعوذ دي لما تجري وتتدرى في واحد وتستخبى من حاجه في اللغه، يا رب الحقني انجدني يا رب، غثني يا رب، الشيطان هيهلكني يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله دي كلمة السر اللي الكون كله يتفتح بيها. بسم الله الرحمن الرحيم، سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام لما قال بسم الله مجريها، بعد كده ربنا بيقول لك وهي تجري بهم في موج كالجبال. تخيل المحيط الأطلنطي الموجة بقت قد الجبل، يعني السفينة تطلع تنزل تتحطم. تخيل الأرض كلها بقت طوفان الموجة قد الجبل، طب سفينة نوح كانت ماشية ازاي؟ لانه قال في الاول بسم الله. الله بسم الله، لو حياتك كلها جبال معوقات تمشي من وسطها بسم الله. بسم الله دي كلمه عظيمه جدا وانت بتقولها حس كده، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. الفاتحه اخطر كلمه فيها اللي هي كلمه اهدنا، اهدنا الصراط. كل ما قبلها تمهيد ليها زي تمهيد ليها وثناء على الله قبلها، وكل ما بعدها شرح ليها. يعني الفاتحه يا جماعه كلمه اهدنا دي هي الكلمه المحوريه. طب جت بالجمع ليه؟ ليه ما جتش اهدني؟ اهدنا ليه؟ محدش هيعرف يوصل لربنا لوحده، محدش هيعرف يوصل لربنا لوحده يا جماعه، خدوا بالكم.
حد يقدر يوصله لوحده. لازم صحبة تبقى ايدك في ايدها كده اهو، لازم صحبات ملتزمات منتقبات ومختمرات ومذلات وطيعات وعابدات وقانتات يبقوا ليكي عشان توصلي، وانت لازم يبقى لك صحبة صالحة عشان توصل. يا جماعة ده قوانين، قوانين قوانين قرآنية ما ينفعش نحيد عنها. انا عايز تنطلق زي الصاروخ الى الله، خلي صحبتك كلها انضف واعظم صحبة واكتر صحبة طيعة لله سبحانه وتعالى. ما حدش يقدر يوصل لربنا سبحانه وتعالى لوحده ابدا يا جماعة. يعني اهدنا اهدنا الصراط المستقيم، يعني 17 مرة في اليوم بتقولها. ابن تيمية بيقول ان هناك ناس او عباد وصلوا للولاية بكلمة اهدنا الصراط المستقيم. السلف كانوا بيقولوها وقلوبهم بتتقطع من الحرقة، زي واحد في بحر كده ولقى سفينة وفي طوق نجاة متعلق وبيقول لواحد انجذني انقذني. اهو انت بتقول لي رب اهديني يا رب، انجذني من الشيطان يا رب، انجذني من الابواب اللي على جانبي الصراط اللي كلها فتن وشبهات يا رب، انجذني يا رب من شياطين الانس والجن، انجذني من نفسي، وصلني يا رب، خليك معايا لغاية ما اوصل لك يا رب، اهدنا الصراط المستقيم، خليك معايا طول الطريق يا رب، خطوة بخطوة ما اقدرش استغنى عنك، وإلا أهلك وإلا وحوش الشياطين تكتنفني وتقطعني وتنزقني يا رب. يا رب انا ما اقدرش اوصل من غيرك. اهدنا الصراط المستقيم كلمة كبيرة قوي يا جماعة، كلمة كبيرة. يعني احنا دي الكلمة اللي هناخدها من الفتحة، دي الكلمة اللي نقدر نلحق ناخدها من الفتحة، وكل المعاني اللي احنا بنقولها واللي لسه هنقولها ان شاء الله بعد الفاصل كلها. يعني انت عارف العربية لما بتحط المفتاح ممكن تدور ما تلقطش، ممكن تدور تلقط على طول. انت ممكن تقف كده عايز تعيش في المعاني دي ما بتلقطش، القلب لسه عايز يبقى فيه شوية كهرباء ايمانية شوية، وممكن واحد يلقط على طول. فعلى قد ما تسخن قلبك على قد ما هيلقط قلبك بإذن الله سبحانه وتعالى مع هذه المعاني. يعني إن شاء الله ناخد فاصل دلوقتي قصير، يعني نلحق نصلي العصر إن شاء الله، ثم نعود إلى تكملة كيف تخشع في الصلاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد. الوقت خلاص يا جماعة، هنقول الله أكبر عشان نركع. الله أكبر ده عامل زي إيه؟ زي جهاز الصدمات الكهربائية كده اللي لو قلبك كان حوالي يمين ولا شمال يظبطه ثاني. هنركع يا جماعة، يعني اركوع. الركوع ده كان زمان لما حد يدخل على الملك يركع له، على أي ملك. ليه؟ علامة إن أنا خاضع تحت حكمك في المملكة بتاعتك. أهو الركوع ده علامة الخضوع تحت حكم الله. عشان كده ليه الركوع مش السجود هو اللي بعد سماع القرآن في القيام؟ لأنك سمعت أوامر ونواهي الملك، فبتركع تقول له سمعنا وأطعنا، بتركع تقول له أنا خاضع تحت حكمك يا رب. غير إن الركوع فيه إنك بتمد رقبتك لقدام كده، يعني بتسلم رقبتك. طب ما ممكن لو اللي أنت هتسلم له رقبتك يعني خانك ولا حاجة يتبعك. لا، أنت بتسلم رقبتك لربنا وأنت بتقول له أنا واثق إنك مش هتقودني غير للخير يا رب. ده مش سمعنا وقطعنا يعني قهرا، لا، ده وانا واثق ان الخير كله في ان انا اسمع وطيع يا رب. الله، هو ده ركوع يا جماعة. عشان كده لما المعاني الجميلة دي تتقال، ها يتقال لك ايه بقى؟ طب انزل اسجد واطلب اللي انت عايزه بقى. سبحان ربي العظيم، تقوم بقى سمع الله لمن حمده. في الركوع قلت سبحان الله، يعني سبحت. في القيام قلت الحمد لله، سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد. الاثنين مع بعض تبقى سبحان الله وبحمده، يبقى انت جمعت الجملة اللي ربنا اصطفاها الملائكة السماوات السبعة ان هم يسبحوا به، سبحان الله وبحمده. يعني ايه الحمد؟ يعني الثناء على الله بحب. يعني ايه سمع الله لمن حمده؟ يعني سمع الله لمن اثنى عليه بحب. يعني وانت بتقول الحمد لله ربنا ولك الحمد، حس بالحب طالع من قلبك لله سبحانه وتعالى. يا اخوانا لما بتقول سبحان الله 100 مرة صح عن رسول الله ان هي تكفر 1000 سيئة. طب لو زودت كلمة واحدة بس وقلت سبحان الله وبحمده 100 مرة صح عن رسول الله انها تغفر ذنوبك وان كانت مثل زبد البحر. يعني انا عايز اقولك كلمة الحمد دي ثوابها عند ربنا ايه؟ ثواب رهيب. ده الرسول حامل لواء الحمد يوم القيامة، ده اول كلمة في القرآن كله الحمد لله رب العالمين. يبقى الحمد ده كلمة مش بسيطة. طب لما اجتمع بقى الركوع التسبيح وقمت قلت الحمد لله، يعني سبحان الله وبحمده، يعني ايه سبحان الله وبحمده؟
اي حاجة ربنا خلقها في الدول في الكون آية من وجه ونعمة من وجه. الشمس آية ولا مش آية؟ آية سبحان الله. طب نعمة ولا مش نعمة؟ نعمة الحمد لله. فلما تبص للشمس تقول سبحان الله على ما فيها من آية والحمد لله على ما فيها من نعمة. هي دي سبحان الله وبحمد يا جماعة من المعاني. طبعا معانيها كتير. خلاص نسجد بقى نسجد بقى. الرسول كان بيسجد ازاي؟ يهوي ساجدا ينزل على طول. ليه؟ الباب بيتفتح بقى خلاص اهو الباب بينك وبين مولاك بيتفتح. اجري اجري بسرعه على مولاك بكل الشوق في قلبك والحب في قلبك. يهوي ساجدا يا جماعه السجود ده مش واقف نزلت وطلعت. السجود ده قلب نزل وعاش 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 مع مولاه وطلع غير ما نزل خالص. يعني مع السجود ده اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. يا لا فرحة اهل حب الله بهذا الحديث. يعني انا يا رب ده اقرب حاجة مني ليك. ده انا يا رب عايش حياتي كلها ساجد. يبقى نعرف ليه في ملائكة في السماوات بتفضل ساجدة ليوم القيامة ما تقومش ليوم القيامة. الحب يا جماعة الحب. لان ده السجود ده لقاء لقاء مع الله. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه في الحديث الصحيح. ركز معايا بقى كلام ده خطير جدا. اتدرون اين تسجد الشمس؟ فين يا رسول الله؟ الرسول بيقول ان هي اين تغرب الشمس؟ بتغرب فتأوي تحت عرش الله. يعني ايه ده الشمس بتفضل تلف؟ يا جماعه ده الكون كله تحت عرش الله. يعني الشمس في كل لحظه ساجده. يعني الشمس 24 ساعه تحت عرش الله ساجده. يعني ده الربانيه بقى في 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 التصور الكون. فالرسول بيقول ايه؟ فتسجد تحت عرش الله. ثم قرأ قول الله ايه؟ والشمس تجري لمستقر لها. يعني مستقر الشمس انها تسجد. يبقى انا وانت مستقر قلوبنا مش السجود. السجود ده مستقر القلوب. السجود ده سكن القلوب. السجود ده انا بتصور السجود ده عامل زي ايه؟ زي انا نازل مصر كده من المنصوره في الدنيا حر ورايح لواحد هيدي لي مصلحه مهمه وخايف احسن معاني يفوت ولا حاجه وبجري وبرحى المواصلات والدنيا حر وعرقان وتعبان وبعد كفاح وصلت للمكتب بتاعه لقيته دخلت في المكتب المكيف كده قعدت على الكرسي. يا اول لحظه احس بالاستقرار والسكن اخد انا وصلت وصلت خلاص. اول ما تحط راسك تلبس في الارض كده تحس انك انت وصلت خلاص وصلت ليك خلاص. يا رب ده انا هطلب يا انا هطلب ده انا يا رب ده كل المشاكل هتتحل يا رب وصلت يا رب. عشان كده السجود مستقر القلوب يا جماعه. طب ليه لما بنقوم ما بين السجدتين الرسول كان بيقول رب اغفر لي رب اغفر لي بيستغفر ليه بين السجدتين؟ لانك لما سجدت قربت فشهدت الجلال والعظمه. فكل ما يعظم قدر الله في قلبك يعظم قدر معصيتك في حقه في قلبك. فتقوم عايز تستغفر ياه الاله العظيم ده انا عصيه فتستغفر. طب ليه السجود سجدتين مش زي ركوع؟ اصل السجود ده لقاء ما تقدرش. اللي عايش ما يقدرش يكتفي بسجده. يا رب كمان يا رب كمان لقاء يا رب. طب انزل خد كمان لقاء. تقوم طب كمان يا رب لقاء. لا صلاه تانية بقى عايز كمان لقاء صلي تاني. بعد كده ندخل في التحيات. ايه التحيات دي؟ احنا مش فاهمين التحيات ومش حاسين بالتحيات يا حبيب قلبي ده التحيات دي اعظم لقاء حب. ازاي؟ انت لما بتزور ناس قرايبك او حبايبك اول ما بتخلص الكلام والمصلحه تقوم قايم رايح الباب فاتح الباب وخارج ولا بتقفوا بقى وسلام حب بقى وداع الاحبه. التحيات دي وداع الاحبه يا جماعه. التحيات دي انت 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 هتسيب المقام ده فمش قادر بقى فبتقول له ايه؟ شوف شوف الحب الرهيب. التحيات دي الحب اللي فيها والله العظيم يا نبيع يا نبيع. شوف التحيات لله والصلوات والطيبات. يا رب يا رب ده انت ليك كل التحيات يا رب كل الصلوات من صلواتي. لا كل الصلوات من الكون كله انت اللي تستاهلها يا رب. والطيبات كل الاقوال الطيبه والاعمال الطيبه انت اللي تستاهلها يا رب. يعني التحيات دي بتقول لك مين اللي يستاهل؟ ربنا اللي يستاهل عمرك ويستاهل حياتك ويستاهل تضحياتك. طب حب الله زاد في قلبك قوي فاض بدا يفيض اول ما فاض على احب خلق الله الى الله وهو رسول الله. السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. ده من حب الله حبيت الرسول في الله عليه السلام. طب لسه الحب فايض الحب رهيب في قلبك. تقوم بقى اللي بعد الرسول في الحب مين؟ المؤمنين والملائكه. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. تاخد ثواب انك سلمت على مؤمن السماوات والارض كلها.
اوعى تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وتخرج تحت ايد اخوك تغير من اختك. اوعى اوعى حبيب قلبي تاذي اخوك تختار اختك. لا، وخدوا بالكم يا جماعه ان السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ده انت سلمت على البشر وعلى الملائكه على المؤمنين كلهم. طيب كل ده حب؟ اه كل ده حب. طيب لما بيكون في لقاء مع حد من عظماء الدنيا والملوك بيبقى في الاخر تجديد العهد، تجديد العهد مع الله، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، بتجدد العهد على التوحيد وعلى الاتباع. خلصت التحيات كده. قال له امال ايه بقى اللي بعد كده؟ اللي بعد كده الدعاء، ادعي بقى. طب مين اللي علمك الصلاه؟ الرسول اول واحد تدعي له، زي ما علمك الصلاه اللي وصلتك بالله ادعي له بالصلاه، اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد، يبقى الصلاة على رسول الله. بعد كده ادعي لنفسك. طب الموضوع خطير ده، انا بين ايدين الملك، اخطر طلب لازم اطلبه الوقت. ايه اخطر طلب؟ الرسول علمه لنا، اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. بالله عليك دي اخطر طلبات حياتك. مرعوب من النار، مرعوب من رمة التراب عليك في القبر، مرعوب من انك انت تفتن وتنتكس وتسيب الطريق، مرعوب من الفتن، مرعوب من لحظة ما الشيطان ممكن يتسلط عليك وانت بتموت في اخطر واحرج لحظات حياتك واضعف لحظات حياتك، مرعوب دي همومك فعلا صدقا. وبعد كده شوف الرسول بقى يقول ايه قبل ما يسلم، اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به من ايه. يا رسول الله يعني ليه التطويل ده؟ اغفر لي ذنوبي كلها. لا لا، ده هيسيب حبيبه، بيطول بيطول عشان مش قادر يسيب حبيبه، بيطول لأطول فترة ممكنة في الوقوف بين ايدين حبيب. والله اللي يفهم الصلاة يسلم ويقوم يصلي تاني، اللي يفهم الصلاة فعلا. الصلاة دي طوفان مشاعر، طوفان. صلاة الإسلام دي معجزة، مفيش صلاة في أي دين في التاريخ تيجي واحد في الألف في صلاة الإسلام، صلاة معجزة يا جماعة. بعد كده بقى السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، سلم على المؤمنين وتسلم على الملائكة اللي بتتلم على اي عبد بيعمل طاعه وبتوالي اي عبد بيعمل طاعه. خلصت الصلاه، الامام قال السلام عليكم ورحمه الله، قبل ما يقول الثانيه ايدك على الجزمه انت في سجن يا ابني، يا ابني اقعد قول اذكار بعد الصلاه. يا حبيب قلبي ده ايه الكرسي 200 حرف ب 2000 حسنه في خمس مرات بعد الخمس صلوات 10000 حسنه. سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله اكبر 33، وبعد كده لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. تمام ال 100 100 في 10 ب 1000 حسنه في خمس صلوات ب 5000 حسنة. يعني ختم الصلاة لوحده بتاخد منه يوميا على الأقل 15000 حسنة. طيب احنا في حاجة سبناها عمدا بإذن الله، السنة القبلية والسنة البعدية، نقولهم مع بعض. ليه بتصلي السنة القبلية؟ أصل المروحة الدنيا دايرة في قلبك، دايرة 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 دايرة. لو أنت اتكيت على كبس المروحة ما تقفش على طول، بتفضل تقف 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 بعد شوية تدي. لو انت اول دخلت مثلا على تكبيره الاحرام الله اكبر اتكيت على المروحه اقف، عما تقفل هتكون انت خلصت الصلاه، تفضل برضو تفكر في الصلاه. انما لما تتك من السنه القبليه، عما تخلص السنه القبليه يكون خلاص بقى ما عادش في دنيا في قلبك، تدخل الصلاه وقلبك طاهر ونظيف. يا جماعه الفيلا بيتاخد حواليها حته ارض مساحتها اكبر من الفيلا واغلى من الفيلا ويتعمل فيها سور. ليه؟ حمايه. السنة القبلية والبعدية دي سور الفيلا، سور الصلاة، دي حماية الصلاة يا جماعة. الى هنا يعني احنا قلنا اشارات سريعة جدا جدا جدا، نسأل الله ان يعيننا ان يبقى في مقام نفصل فيه ونعيش نعيش مع هذه المعاني اكتر واكتر. ثالث نقطة عايزين نتناولها بقى بسرعة في دقيقة او دقيقتين، نقطة ثالث سبب من اسباب الخشوع، لو صليت صح هتاخد ايه يا جماعة؟ الصلاة دي مفاتيح خزائن السماوات، ده ركعتين ركعتين. جريج لما اتهموه انه زنى بالمرأة، جريج العابد قال لهم سيبونا صلي ركعتين، صلى الركعتين ونغز الغلام، ربنا انفق الغلام واجراله معجزة ما حصلتش في تاريخ البشرية غير حوالي خمس مرات. بركعتين بركعتين سيدنا زكريا وقف بين ايدين ربنا طلب ولد، ربنا اداله ولد نبي بعد ما طعن في السن. بركعتين الرجل اللي كان ماشي في الصحراء طلع له قاطع طريق قال له هقتلك، قال له سيبنا صلي ركعتين، وقال يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، تنزلت ملائكة من السماوات عشان تنقذه. ركعتين يا جماعة، بركعتين سيدنا ابراهيم لما صار ملك مصر الظالم قبض عليه واراد ان هو ينال منها الحرام، ركعت قام يصلي لله ربنا نجله مرات. ركعتين يا جماعة، يا جماعة عايزين نصلي كتير، وقت البرنامج خلاص اوشك على النفاذ، خلاص عايزين نصلي كتير، عايزين يا جماعة. أنا يعني والله انا اعرف واحد صاحبي يعني ربنا يبارك فيه، اتعلمت منه الحته دي، اخ داعيه معانا من دعاه القناه،
لما يركب عربية السفر ممكن يفضل يصلي طول الطريق رايح جاي. او انسان بيحب الصلاة، انسان بيركب في العربية يجوز انك انت حتى من غير الابرة بنام على العربية الله اكبر يقعد يصلي بس خلاص. لا صلي، صلوا كتير يا جماعة، صلوا كتير. الشيخ كشكي مات هو ساجد لله سبحانه وتعالى، عيش على الصلاة تموت على الصلاة. انا اعرف اخ كان بيقول انا معرفش ازاي انسان يقدر يعيش ساعتين من غير ما يقوم يغسل قلبه بين ايدي ربنا. ازاي ما يقدر؟ ده انت مش نازل تصلي في الجامع، انت نازل تغسل قلبك. يعني اعرف واحد كان بيقول لي ساعات الواحد بعد الصلاة كده يخلص ويسلم يبقى اللي في قلبه مش عايز يكلم حد ولا عايز حد يكلمه من كتر ما هو عايش مع ربنا سبحانه وتعالى. واحد تاني كان بيقول لما العصر بيبدأ وبصلي بحس اني اتخنقت، ليه ما عادش ينفع اصلي، افضل استنى المغرب. معلش لسه نص ساعه، ده ناس عايشين معانا لسه ربع ساعه، لسه دقايق المغرب ابدا، الله اكبر خلاص الصلاه فتحت تاني. عايزين نحب الصلاه. عباد بن بشر كان بيتضرب بالسهام مش راضي يخرج من الركعتين من كتر ما قلبه عايش فوق مش مع جسمه خالص. احد السلف كان بيقول اني اذا دخلت في الصلاه لا احمل هم شيء الا انها ستنتهي. زي الشاب بيتفرج على ماتش الاهلي والزمالك يعني فرحان بس زعلان ان نص ساعه الماتش هيخلص. يا نقدر نوصل لهذه المقامات يا جماعة؟ توصيات على عجالة. رقم واحد نصلي كتير يا جماعة، فاضي ساعة بين المغرب والعشاء صلي، فاضي ما بين الظهر والعصر صلي، راكب مواصلة طويلة صلي، قيام الليل صلي. رقم اتنين اول ما الاذان يقول الله اكبر الله اكبر نتكسف من ربنا. اصل اللي بينادي مش المؤذن، اللي بينادي ربنا، اللي بينادي الملك. خلاص الله اكبر عشان تلحق بقى الاذان تردده وتلحق الوضوء وتنزل وتكبيره الاحرام والصف الاول والسنه القبليه والسنه البعديه والدعاء ما بين الاذان والاقامه وليمه عظيمه ما تضيعهاش. ثالث حاجه الرسول عليه السلام قال من صلى 40 يوما لم تفته في جماعه، لم تفته تكبيره الاحرام 40 يوم في جماعه ما تفوتكش تكبيره الاحرام كتبت له براءه من النار يا الهي وبراءه من النفاق. براءه من النفاق يعني ايه؟ يعني تكبيره الاحرام دي شفاء للقلوب. اه والله يعني الخشوع عامل زي التفاحه، ثمره بذره زرعت وشجره طلعت ونمت واتبعت وفي الاخر طلعت التفاحه، مفيش تفاحه نطت من الارض كده. يبقى لازم يا جماعه نقرا قران كتير بقى ونعيش مع ربنا سبحانه وتعالى، ويبقى هدف حياتنا اخطر هدف لحياتنا الخشوع في الصلاه، لان كل ما هخشع فقد يعني اخر كلمه بقولها اذا دخلت في الصلاه فقد ركبت راحلتك الى الفردوس الاعلى، فاياك ان تندم. خلاص طول في الصلاه على قد ما تقدر، واها لريح الجنه اني لاجد ريح الفردوس الاعلى دون قيام الليل ودون صلاه الضحى ودون السنن الرواتب ال 12 ركعه ودون النفل المطلق ان انا اصلي في اي وقت. وصلنا لاخر واخطر فقره في درسنا في كل مره، وهي فقره ايه؟ فقره يا رب، فقره الدعاء. ندى يا جماعه رب اجعلنا مقيم الصلاة، يا رب يا رب أعنا على إقامة الصلاة، يا رب اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، رب اجعلنا لك قوامين، لك صوامين، لك ذكارين، لك شكارين، اللهم أعنا على عبادتك ليلا ونهارا، اللهم أحسن صلاتنا، اجعلنا مقيم الصلاة يا رب العالمين. يا رب يا رب لا رجاء لنا إلا فيك ولا حيلة لنا إلا أن تعيننا يا مولانا. يا رب يا رب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وإن شاء الله معدنا الاثنين القادم الساعة 4 من كل أسبوع إن شاء الله. جزاكم الله خير.